دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هتنطلق قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية تحت شعار تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين، وأكدت 38 دولة مشاركتها، وهيشارك في القمة اللي بتستمر لمدة 3 أيام 24 زعيم، وبيضم تجمع البريكس في عضويته كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة. النهاردة هيغلق قطاع المعاهد الأزهرية باب التقدم لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام 2024-2025 تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد، ووفقاً للضوابط والشروط المنظمة للمسابقات بالأزهر الشريف اللي بتتخطى قيمة جوائزها 25 مليون جنيه. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة ريال مدريد الأسباني مع بروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة 10 ليلاً، ومباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع أيندهوفن الهولندي في تمام الساعة 10 أيضاً.